السلام عليكم متتبعين زمرية تي في، نتمنى تكونوا بألف خير. عدنا والعود أحمد بعد غياب طويل طويل طويل. صراحة كنت في واحد العطلة اللي هي شي شوية طويلة، وقلت نرتاح ونتمتع بكل نهار فيها، ولكن قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد العطلة هذه ومعكم هاد الفيديو القصير. صراحة قلت لكم قصير لأنني غادي نحاول أنني نختصر لكم بزاف ديال المراحل في هاد العطلة هذه. مهم، جينا هنا لأوتيل أدن أندلس، جنة الأندلس. صراحة أوتيل خمسة ديال النجوم، أوتيل زوين، كل شيء فيه زوين، السيرفيس، المكان، الماكلة، كل شيء زوين. هو كيمتاز بأنه فيه الفطور، الغداء، الكوتي، العشاء داخل في الثمن ديال الأوتيل، وفيه أكوا بارك بالنسبة للناس اللي عندها الأطفال ديالها كتجيبهم معها كيلعبوا. يعني هو زوين بزاف اكثر للناس اللي هي عندها فاميلي، فهمتوني. المهم غادي نحاول نوريكم شي حوايج بسيطه بسيطه على قد ما قد نصور، ونتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الى عجبكم تخليوا لي كومونتير زوين واللايكات ديالكم بطبيعه الحال، وسمحوا لي لانني عرفت انني تعطلت عليكم. مهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع هذا الفيديو وفرجه ممتعه.
ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفي يا الغزال فاطمة يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوام بالمرحمة أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة فاطمة زطمي يلي داويتي جسمي عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي والرقيب بصرو عامي والحسود ففلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي